ضيوف الرحمن يؤدون الركن الأعظم من الحج اليوم بالوقوف على صعيد عرفات. مدبولية يؤكد ضرورة تفعيل غرف الأزمات بجميع المحافظات على مدار 24 ساعة طوال أيام إجازة عيد الأضحى. جونسون يعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين تمهيدا لاختيار رئيس وزراء جديد. منتصف الليل العاشرة بتوقيت غرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وبداية هذه النشرة مع دالي أبو عميرة. إليك دالي. أهلا بك ليلاس. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية مع أداء ضيوف الرحمن مناسك الحج في الأراضي المقدسة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت به في طريقهم للوقوف بعرفات اليوم. ويغادر الحجاج مشعر منى إلى مشعر عرفات مع طلوع شمس يوم 9 من ذي الحجة للوقوف على صعيده وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا حتى مغيب الشمس، ومن ثم ينفرون إلى مزدلفة للمبيت فيها. من جانبها أكدت وزارة الداخلية السعودية اكتمال وصول الحجاج لمشعر منى بكل سهولة ويسر. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة المقدم طلال الشلهوب أكد انتهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لوقوف ضيوف الرحمن على صعيد عرفات اليوم. بفضل الله تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بأمن وأمان ويسر وسهولة وطمأنينة، حيث اكتمل بحمد الله وصول الحجاج إلى مشعر منى مساء اليوم الخميس الموافق 8 من ذي الحجة لقضاء يوم التروية والمبيت فيها تمهيدا للتصعيد منها بعد صلاة فجر يوم غد الجمعة الموافق 9 من ذي الحجة للوقوف بعرفات. كذلك بدأت اليوم عمليات التصعيد المباشر من مكة المكرمة إلى عرفات في ليلة 9 من ذي الحجة، ولا تزال هذه العمليات مستمرة. تستمر الجهات الأمنية والحكومية المشاركة كافة وبكامل استعداداتها في تنفيذ مهامها في المشاعر المقدسة لإقامة مناسك حج هذا العام وفق الخطط والتنظيمات المعتمدة. وسيتم تسليم كسوة الكعبة المشرفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام في يوم عيد الأضحى المبارك والموافق 10 من شهر ذي الحجة للعام 1443 هجريا، وسيكون موعد استبدالها غرة محرم من العام 1444 هجريا. وتمر صناعة كسوة الكعبة المشرفة بالعديد من المراحل، نستعرضها في التقرير التالي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من الدعاء المأثور عند رؤية الكعبة المشرفة أن تدعو بأن يزيد الله البيت الحرام وكعبته مهابة وتشريفا وتعظيما. وكان لهذا الدعاء الذي ظل متواترا على مدار القرون وسيبقى أن ألقى المهابة والتشريف والتعظيم في نفوس كل الناظرين إليها. وقد كانت كسوة الكعبة ولا تزال الحلة التي تزدان بها الكعبة المشرفة، وهي تمثل جزءاً أساسياً من جماليات قبلة المسلمين. تصنع الكسوة عبر عملية طويلة يمتد العمل فيها لما يزيد على 8 أشهر أو أكثر، وباستعانة بأرقى أنواع الحرير وما يزيد على 100 كيلوغرام من الذهب والفضة.
عبر مسارات مركبة تدخل فيها اختبارات الحرير ليقاوم أشكال الطقس المتقلب حولاً كاملاً، ثم الصباغة فالتطريز بالمذهب عبر حياكة الآيات والذكر والأدعية على سترة الكعبة بجنباتها المختلفة. يتم استيراد الحرير الخام من إيطاليا، ويتم استيراد الذهب والفضة من ألمانيا. يتم عمل الاختبارات على الحرير، ومن ثم يتم إرساله إلى المصبغة لصبغه باللون الأسود، ومن ثم إلى النسيج الآلي. النسيج الآلي ينتج لنا نوعين من القماش: القماش المنقوش اللي نراه على جدار الكعبة، والقماش السادة يتم إرساله للطباعة لعمل الشبلونات عليه لطباعة الآيات القرآنية والزخارف، ومن ثم إلى قسم التطريز اليدوي لعمل المذهبات، ومن ثم إلى قسم التجميع. وتسلم الكسوة الجديدة في مراسم رسمية كل عام إلى سدنة البيت الحرام، وهي العائلة التي لا تزال ممسكة بمفتاح الكعبة، على أن تسلم هذا العام في العاشر من شهر ذي الحجة، استثناء من الأصل بتسليمها في يوم عرفة، على أن توضع الكسوة الجديدة في غرة شهر المحرم. بهذه الإبرة النحيلة، بهذا الخيط الدقيق، يواصل ويعكف مئات العاملون في مصنع كسوة الكعبة المشرفة على الحياكة والتطريز لهذه الكسوة. عمل صعب ودقيق للغاية، لكنه جهد وصعوبة يتناسبان تماماً مع عظم وقداسة من سيكتسي بهذه الكسوة الكعبة المشرفة. من داخل مصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، أحمد أبو زيد، إكسترا نيوز. أنهت بعثة القرعة تصعيد ضيوف الرحمن إلى منطقة المشاعر المقدسة استعداداً لأداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف بعرفات الله. أفواج الحجيج تتوجه إلى عرفات الله بوجوه نضرة مستبشرة بمغفرة من الله، حناجرهم ترتفع بالتلبية، يتزينون بملابس الإحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. منذ صباح يوم التروية بدأت بعثة حج القرعة في تصعيد حجاجها إلى عرفات وفقا لخطط التصعيد الموضوعة، فقد تم التنبيه على الحجاج بالنزول وفقا لطوابق إقامتهم بالفندق وفي توقيتات محددة وفقا للضوابط التنظيمية. الحمد لله احنا في صحة جيدة وفرحانين بوقفة عرفة. والله شعوري أنا الدنيا كلها مساعاني، فرحان فرحان فرحان. شرعة ربنا الله يبارك له كل القائمين على هذا العمل. يتم تصعيد الحجاج في حافلات مجهزة لتوفير الراحة للحجاج في تنقلاتهم بين المشاعر، مع الالتزام بوجود مرشد بكل حافلة لتوجيهها إلى المسارات الصحيحة إلى المخيمات. والله أحسن شعور عمري ما هشوفه، ولا يعني ربنا يجدرنا نشوفه تاني وتالت ورابع وخامس، ويوعد الجميع يا رب في مصر ويجعل في مصر في عماد دايما. وأحسن حاجة شفناها السنة دي في الاهتمام بالحج في الأتوبيس وفي السكن وفي التغذية وفي كل حاجة. التنظيم على أعلى مستوى، الخدمات على أعلى مستوى، اللي كانوا جايبين لنا الناس اللي هم الشيوخ اللي من وزارة الأوقاف، كل الإجابات بحمد الله متيسرة، وكل ما نطلبه متيسر لينا وفوق، يعني ممتاز جدا جدا، ودي شهادة لله الحمد لله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الفرحة والارتياح كبير بين أوساط الحجاج للتصعيد لعرفات، وبالاهتمام الذي توليه بعثة حج القرعة لهم ليتمكنوا من تأدية مناسك الحج في سهولة ويسر. يا رب اجعلها حجة مقبولة لوجه الكريم، خالصة لوجه الكريم. نذكر كل الداخلية بجد عملوا مجهود جبار جبار جبار، الله يبارك لهم ويوعدهم ويرزقهم التوفيق والسداد ويسدد خطوهم يا رب. الحمد لله الخدمات كانت كويسة في المدينة وفي مكة، وربنا يديمها نعمة علينا يا رب. نتوجه بالشكر والتقدير للبعثة المصرية اللي موفرة كل حاجة وميسر الأمر كله للحجاج. الحمد لله الخدمات حلوة وكل حاجة حلوة وكل حاجة يعني على أكمل وجه. أكثر من 6400 حاج هم حجاج القرعة، يعمل ضباط وأفراد بعثة حج القرعة على خدمتهم وراحتهم في إقامتهم وتنقلاتهم وأدائهم للمناسك حتى يعودوا إلى أرض الوطن. لبيك اللهم لبيك، لبيك.
ومن الأراضي المقدسة ينضم إلينا الزميل همام مجاهد ليرصد لنا الأجواء قبل ساعات من بدء صعود ضيوف الرحمن على صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم. همام أهلا بك معنا، يعني ما هي الأجواء لديك في هذه اللحظات العظيمة لحجاج بيت الله الحرام؟ أهلا بك داليا وأهلا بالسادة المشاهدين. كما ذكرت ساعات قليلة ويبدأ تصعيد بشكل نهائي ووقوف جميع الحجاج أكثر من مليون حاج هنا في المملكة العربية السعودية على صعيد عرفات، لكن وحتى قبل هذه الساعات مئات الآلاف من الحجاج وصلوا بالفعل إلى صعيد عرفات من أجل تسهيل عليهم وسهولة وصولهم ومن ثم مكوثهم هنا وبيتهم هنا في صعيد عرفات حتى يقفوا غدا على هذا المكان الطاهر. هناك الكثير من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات السعودية سواء من ناحية الصحية أو من ناحية الأمنية لضمان موسم حج صحيح وآمن وصحي بالنسبة لكل هؤلاء الحجاج بعد عامين من توقف الحج بشكل نسبي جراء جائحة كورونا. البعثة المصرية وصلت بكامل طاقتها إلى هنا إلى مشعر عرفات منذ عصر اليوم، ربما 6425 حجا مصريا من حجاج القرعة وصلوا بالفعل وتم تسكينهم في مخيمات تم تجهيزها لوجستيا ومن حيث أيضا المسكن والمأكل والمشرب وكل الخدمات المقدمة والتي يحتاجها الحجاج هنا في صعيد عرفات تم تجهيزها بشكل كامل ومتكامل من قبل وزارة الداخلية المشرفة على حج القرعة وأيضا رئيس حج القرعة والذي يرأس الوفد المصري أو بعثة الحج المصرية بشكل كامل. فيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج المصريين تبدو الحالة مستقرة إلى حد كبير، هناك عيادات متنقلة وعيادات مستقرة هنا في مشعر عرفات كما في منى وكما أيضا في مكة المكرمة والمدينة المنورة. الحالة الصحية تبدو مستقرة إلى حد كبير كما قلت بين كل الحجاج المصريين حتى اللحظة. إذن همام، يعني أنت ذكرت أن يعني هذا الموسم هو يأتي بعد انقطاع عامين إثر جائحة كورونا يعني التي قطعت مسألة الحج، ما هي طبيعة الاستعدادات المختلفة؟ بالتأكيد هناك إجراءات صحية مشددة لتأمين هذا العدد حوالي مليون حاج يعني كما ذكرت، ونريد أيضا أن نطمئن منك على البعثة المصرية طبيعة الإجراءات أيضا التي يمر بها لحمايتهم ولحماية باقي حجاج بيت الله. السلطات السعودية اشترطت عند الوصول إلى هنا إلى أحد المطارات السعودية أن يكون هناك شهادة تلقيح من إحدى اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا، وبالتالي هي تريد أن تطمئن أن كل الحجاج معافين تماما من فيروس كورونا وخاليين من فيروس كورونا. أيضا العديد من الإجراءات الاحترازية على سبيل المثال في مكة المكرمة وأيضا ربما في الحرم النبوي في المدينة المنورة يتم اتخاذ إجراءات صحية من التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات التي تحاول السلطات السعودية من خلالها ضمان يعني الوصول إلى موسم حج صحي بعيد عن فيروس كورونا. هذا فيما يتعلق بفيروس كورونا وما يتعلق بالإجراءات الاحترازية. فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية منذ المجيء إلى هنا إلى المملكة العربية السعودية في الطرقات من المدينة إلى جدة إلى مكة المكرمة نلاحظ العديد من اللجان التفتيشية التي تقوم بالتفتيش حول التصاريح الحجة التي تمنحها السلطات السعودية للحجاج الواصلين إلى الأراضي المقدسة حتى يعني تمنع بعض الحجاج الذين أو بعض المواطنين أو بعض المسلمين الذين يريدون الحج دون الحصول على تصريح ودون ترخيص من السلطات السعودية. كما ترين من خلفي واسمحي لي داليا أيضا أن أستعرض لك من خلال الكاميرا بعض المشاهد هنا في هذه الصورة. كما تشاهدين عشرات الحجاج الذين وصلوا بالفعل ربما منذ صباح اليوم إلى هنا إلى الأراضي المقدسة إلى مشعر عرفات، ربما يتجولون بين الحين والآخر في الشوارع المحيطة بمخيماتهم وبعضهم يصل إلى جبل الرحمة وبعض الآخر يتواجد في المخيمات، بينما بعض الحافلات لا تزال تواصل وصولها هنا داخل مشعر عرفات. هناك تجهيزات لوجستية من قبل السلطات السعودية بالنسبة لمشعر عرفات، وأيضا بالأمس كنت متواجد في مشعر منى وكان حتى هناك زيارات رسمية لمسؤولين سعوديين في مشعر منى للطمأنة حول حالة مشعر منى لاستقبال الحجاج. كما تعلمين مشعر منى هو المكان الذي يمكث فيه ويقطن فيه الحجاج الوقت الأكبر ربما في موسم الحج لمدة يومين أو ثلاثة أيام، بعضهم يومين بعضهم ثلاثة أيام، وبالتالي يتم يبدو أن هناك يعني عطل في الاتصال مع همام. همام مجاهد مراسلنا من الأراضي المقدسة، شكرا جزيلا لك على أي حال همام مجاهد على كل هذه المعلومات والإيضاحات.
أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحرص على المتابعة الدؤوبة لخطوات التجهيز لمؤتمر المناخ كوب 27 وتوفير مختلف أوجه الدعم، وذلك لضمان التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتحقيق التنظيم اللائق لهذا الحدث الدولي الهام. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة جهود التحضير لاستضافة مصر للمؤتمر، حيث تم استعراض أهم الخطوات التي تم تنفيذها والموقف اللاتنفيذي للمبادرات المنتظر طرحها على جدول الأعمال وأهم أوجه التنسيق التي تتم بين الوزارات المعنية في إطار الإعداد لهذا الحدث. هذا وتطرق الاجتماع أيضا إلى الموقف التنفيذي للشق اللوجستي والتنظيمي بما في ذلك استعدادات عدد من الفنادق لاستقبال ضيوف المؤتمر. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل غرف الأزمات بجميع المحافظات على مدار 24 ساعة طوال أيام إجازة عيد الأضحى. خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، وجه مدبولي بضرورة التنسيق المستمر مع غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث التي قد تطرأ بالسرعة المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل اللجان الخاصة بمتابعة أي التعديات على الأراضي الزراعية، مكلفا بالتعامل بكل حزم وشدة مع أي مخالفات أو تعديات من خلال المسؤولين المعنيين. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية مثل هذه الاجتماعات المعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية في ضوء ما توليه القيادة السياسية من اهتمام لهذه الاستراتيجية بكل مكوناتها وجوانبها المختلفة. كما أضاف أن اجتماعات المتابعة التي تعقدها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تمثل هي الأخرى إطارا مهما لتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس السيسي بالتركيز على دعم النماذج الشابة الناجحة التي يجب أن يحتذي بها شبابنا من خلال إبراز تلك النماذج الواعدة إعلاميا عند تنظيم الفعاليات المرتبطة بالقطاعات المتعددة. وخلال الاجتماع كلف مدبولي بضرورة العمل على بدء تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية التي عقدت بالجزائر مؤخرا، وذلك في المجالات التي تخدم التعاون الثنائي بين البلدين. وخلال اجتماع مجلس الوزراء تابع دكتور مصطفى مدبولي أخير تطورات أزمة فيروس كورونا، واستعرض الاجتماع رفع معدلات ونسب التطعيم بين المواطنين وتكثيف حملة طرق الأبواب. وصل إجمالي من هو محصن بالكامل إلى أكثر من 37 مليون و600 ألف مواطن، فيما حصل نحو 48 مليون و900 ألف مواطن على الجرعة الأولى وأكثر من 6 ملايين على الجرعة الثالثة التنشيطية. هذا كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات نتابعها في العرض التالي.
تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الجاري من تحقيق العديد من النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وذلك في إطار جهود التصدي للمهربين وللعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري. استمراراً لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري واستهداف الشباب المصري بضخ كميات كبيرة من المواد المخدرة، تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الجاري من تحقيق العديد من النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث تمكنت قوات حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط 36 عرب أنواع وحفار ولودر يستقلها 92 فرداً، عثر بحوزتهم على 3 بنادق مختلفة الأعيرة و1400 طلق أنواع وطنين من جوهر الحشيش المخدر وطنين من نبات البانجو و305 كيلوغرام من نبات الهيدرو و37 كيلوغراما من الأفيون وعدد من أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية وثلاثة أجهزة للكشف والتنقيب عن المعادن و32 مكنة كهرباء و14 جوال أحجار مخلوطة بخام الذهب، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية. في سياق متصل، تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب طنين من مادة سماد اليوريا المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة. يأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التي تنفذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً في تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كثفت وزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية المكثفة على كافة الطرق والمحاور لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري. إجراءات أمنية مكثفة وخطط ومتابعات دقيقة اتخذتها وزارة الداخلية لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور خلال فترة الأعياد، ويشهد طريق إسكندرية مطروح الساحلي إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات والأكوال الأمنية على الطريق لتوفير سبل الأمن والأمان والسيولة المرورية. كما تم تزويد الطريق بمعدات مراقبة إلكترونية ثابتة ومتحركة للحد من تجاوز السرعات والالتزام بالسرعات المقررة على الطريق، وخاصة المناطق التي تم تطويرها بالطريق الرئيسي. وبمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمنطقة التي تم تطويرها مؤخراً من الكيلو 101 إلى الكيلو 156 التي تمت خلالها توسعة الطريق الرئيسي ليصبح 6 حارات، كما تم توسعة الطريق الداعم ليصبح 4 حارات، إضافة إلى إنشاء 9 كباري دورانات لخدمة مرتادي الطريق ولتيسير تغيير الاتجاه لنقل الحركة من الرئيسية إلى الداعم. ومن الداعم إلى الرئيسية.
كل كوبري يتكون من 4 مطالع و4 مخارج لخدمة الاتجاهين. قائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم والرئيسي، ويكون أمامه 4 اختيارات، إما مخرج الطريق الداعم أو مخرج الطريق الرئيسي أو الدوران، ثم يسلك مخرج الداعم أو المخرج الرئيسي في الاتجاه المعاكس. وقد تم نشر خدمات مرورية أعلى الكباري لتحقيق الانضباط المروري عليهم. الطريق الداعم تم إنشاؤه لخدمة مرتادي القرى السياحية والمولات والكيانات التجارية بتلك المنطقة، تتواجد عليه خدمات مرورية لإرشاد المواطنين، ويتكون من 4 حارات ويعمل في الاتجاهين، ويفصل بينهما محددات حركة بلاستيكية وحاجز خرساني لعدم التداخل أثناء السير. ويوجد بالطريق الداعم دورانات تمكن مرتادي الطريق من تغيير الاتجاه والعودة مرة أخرى على نفس الطريق. تم وضع لوحات وعلامات إرشادية على الطريق توضح السرعات واتجاه السير، حيث أصبحت السرعات المقررة بتلك المنطقة 80 كيلو للطريق الرئيسي و60 كيلو للطريق الداعم و40 كيلو للكباري. وتهيب وزارة الداخلية الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين. وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 441 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 96 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من 82 طن مواد غذائية وغير غذائية. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، تم ضبط قرابة 9 أطنان. وفي مجال قضايا المخابز، تم ضبط 628 قضية، من بينها 99 قضية خبز ناقص الوزن و66 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت أكثر من 6 أطنان أقماح محلية. أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين احتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك من خلال خطة أمنية متكاملة تشارك فيها كافة قطاعات وزارة الداخلية. مؤتمنون على حماية أمن وسلامة المواطنين. خطة أمنية متكاملة تشارك في تنفيذها كافة قطاعات وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك. انتشار أمني على كافة المحاور والمقاصد السياحية والمتنزهات. ارتكازات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية. غرف عمليات للتعامل مع الطوارئ وضبط المخالفات خلال فترة العيد. تواجد أمني فعال في ربوع البلاد لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. فأمن المواطن رسالتنا.
أمر المستشار حمد الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار إلى محكمة الجنايات المختصة مع استمرار حبسهما احتياطيا على ذمة المحاكمة. وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين من شهادة 10 شهود، من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهمين تفصيلا في التحقيقات والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل. أعلنت وزارة البيئة والتعاون الدولي إطلاق برنامج نوفي للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفق منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في هذه القطاعات، وذلك ترويجا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتعزيزا لرؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال فعاليات منصة التعاون التنسيقي مشترك لمجموعة شركاء التنمية تحت عنوان تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجي حول التمويل المناخي العادل والمستدام، محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه برنامج نوفي بمشاركة أكثر من 155 ممثلا من شركاء التنمية والجهات الوطنية. عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا لمجلس الوزراء، يأتي الاجتماع بعد ساعات من إعلان جونسون استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين، وقال إنه سيبقى في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب بديل له. يبدو أن إرادة حزب المحافظين أن يكون هناك قائدا جديدا لهذا الحزب وبالتالي رئيسا جديدا للوزراء، وأنا أوافق مع سير غريهام غريدي وهو رئيس لجنة 2029 أنه علينا أن نبدأ الآن باختيار هذا الزعيم الجديد، وخلال الأسبوع المقبل سيتم اختيار الفترة الزمنية لفعل ذلك، وسأبقى في منصبي حتى اختيار زعيم جديد. أريد أن أقول لملايين الأشخاص الذين صوتوا لنا في عام 2019 والذين صوتوا لحزب المحافظين للمرة الأولى، شكرا جزيلا لكم لهذا التفويض، فقد حصلنا على أكثرية للمحافظين للمرة الأولى منذ 1957 وأكبر حصة منذ 1979. حاربت كثيرا للبقاء في منصبي خلال الأيام الماضية للاستمرار بهذا التفويض، ليس فقط لأنني أردت فعل ذلك بل لأنني أيضا شعرت أنه واجبي وأنه عملي.
هذا وعقد مجلس العموم البريطاني جلسة طارئة قبيل استقالة بوريس جونسون من زعامة حزب المحافظين، وأعرب عدد من النواب خلال الجلسة عن ارتياحهم من قرار جونسون بالاستقالة، بينما شدد آخرون على أهمية رحيل الحكومة نظرا لعدم تقديمها الخدمات للبريطانيين. دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إلى الهدوء والوحدة عقب استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين. وكتبت تراس في تغريدة من بالي، حيث من المتوقع أن تشارك في اجتماع وزاري لمجموعة العشرين، كتبت أن رئيس الوزراء اتخذ القرار الصائب، مشيرة إلى أن الحكومة حققت تحت قيادة جونسون العديد من الإنجازات مثل إنجاز بريكزيت واللقاحات ودعم أوكرانيا. أكد زعيم حزب العمال البريطاني أن المحافظين أشرفوا على 12 عاما من الركود الاقتصادي وتراجع الخدمات العامة والوعود الفارغة، مؤكدا أن بلاده ليست بحاجة إلى تغيير حزب المحافظين فقط، بل بحاجة إلى تغيير مناسب للحكومة وبداية جديدة لبريطانيا. أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن وزير الدفاع البريطاني بن واليس هو المرشح الأوفر حظا بين أعضاء حزب المحافظين ليكون زعيم الحزب التالي. هذا وكان واليس قد أعلن في وقت سابق مساندته لمساعي تغيير القيادة في حزب المحافظين، وقال إن الحزب لديه آلية لتغيير القيادة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأشخاص عليهم الالتزام بالحفاظ على بلادهم. فيما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستواصل تعاونها الوثيق مع المملكة المتحدة بعد استقالة رئيس وزرائها بوريس جونسون، قال بايدن إنه سيواصل التنسيق مع لندن خصوصا فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، لافتا إلى أن البلدين هما الصديقان والحليفان الأقرب. أعلن الكرملين أنه يأمل في تولي أشخاص أكثر مهنية للسلطة في بريطانيا، وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، قال بأنه تتمنى روسيا أن يأتي يوم ما في بريطانيا العظمى بمزيد من الأشخاص المحترفين الذين يمكنهم اتخاذ القرارات من خلال الحوار. أعوام ثلاثة قضاها بوريس جونسون في داونينغ ستريت لم تخلو من الكثير من الأزمات والاضطرابات التي قادته في النهاية لإعلان استقالته من زعامة حزب المحافظين. رحلة بوريس جونسون نتابعها في التقرير التالي.
بوريس جونسون 3 سنوات مضطربة في السلطة، عنوان مرحلة مهمة مرت بها بريطانيا مع تولي جونسون السلطة صيف 2019 بعد فوز كبير في الانتخابات. لكن الرجل الذي أضعفت الأزمات مصداقيته اضطر لإعلان استقالته من قيادة حزب المحافظين، وانتخب بطل مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون زعيما لحزب المحافظين في 23 يوليو 2019 بعد فوز كبير في مواجهة وزير الخارجية جيرمي هانت. وفي اليوم التالي عينته الملكة إليزابيث الثانية رئيسا للوزراء ووعد بخروج سريع من الاتحاد الأوروبي. في بداية يناير 2020 فاز جونسون الذي يتمتع بشعبية هائلة آنذاك في ديسمبر 2019 بأغلبية تاريخية للمحافظين في مجلس العموم في انتخابات تشريعية مبكرة. ووافق النواب على اتفاق بريكزيت وفي 31 يناير 2020، أي بعد 3 سنوات ونصف السنة على الاستفتاء، خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وواجه رئيس الوزراء انتقادات منذ بداية جائحة فيروس كورونا بسبب إدارته للأزمة، واتهم خصوصا بأنه كان بطيئا في الرد، كما واجه قضية ترويج تطال بعض أعضاء حكومته وجدلا حول تمويل مكلف لتجديد الشقة التي يشغلها بصفته رئيساً للوزراء. وفي بداية ديسمبر من نفس العام بدأت تتراكم المعلومات عن حفلات نظمتها السلطة بشكل مخالف للقانون خلال تطبيق إجراءات الحجر الصحي. دان البريطانيون سياسة الكيل بمكيالين، بينما كان رئيس الوزراء قد أعلن للتو تشديد القيود، حيث فرضت الشرطة بالفعل غرامة لمخالفته القانون في سابقة لرئيس وزراء في منصبه. ونجا بوريس جونسون من تصويت بحجب الثقة في 6 يونيو 2022 من أعضاء حزبه المحافظ دعا إليه غاضبون على خلفية قضية بارتيجيت، حيث قال أكثر من 40% من النواب إنهم لم يعودوا يثقون برئيس الوزراء، مما يعكس حجم الاستياء. كما أضيفت إلى أزمات جونسون اتهامات أخلاقية تورط فيها المحافظون، حيث اعتذر جونسون واعترف بالخطأ عن تعيين كريس بنشر المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين. وشهدت الفترة القليلة السابقة لاستقالة جونسون استقالات كبيرة في حكومته، ما أجبره على تقديم استقالته من زعامة حزب المحافظين تمهيدا لاختيار رئيس جديد للوزراء.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لم تبدأ بعد الأمور الجدية في أوكرانيا، مع تشديده على أن موسكو تظل منفتحة على المفاوضات مع كييف. وخلال اجتماع مع قادة فصائل مجلس الدوما في موسكو، قال بوتين أن موسكو لا ترفض السلام، مشيرا إلى أن محاولات الغرب لاحتواء روسيا باءت بالفشل، ومؤكدا على أن العقوبات التي تم فرضها على موسكو تسببت في صعوبات للولايات المتحدة وأوروبا. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بحلف شمال الأطلسي الناتو يستخدمون أوكرانيا كحقل للتجارب البيولوجية. اتهم قائد قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية في روسيا إيغور كيريلوف، اتهم ممثلي الحزب الديمقراطي الأمريكي بلعب دور كبير في تمويل العمليات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، مضيفا أن المقاولة الرئيسية للبنتاغون كانت شركة ميتا بيوتا التي حصلت على أموال من صندوق استثماري يملكه هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأضاف كيريلوف أن المواد التي تم الحصول عليها ثبتت أن الشركة ما هي إلا غطاء لمهام مشكوك فيها من وجهة نظر القانون الدولي، وتستخدمها النخب السياسية الأمريكية في عمليات مالية غير شفافة في أنحاء مختلفة من العالم. أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن بلاده تعتمد على دعم كونغرس الولايات المتحدة من حيث توريد أنظمة الدفاع الجوي الحديثة. وفي أعقاب لقائه عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي لانسي جراهام وريتشارد شومنتال في العاصمة كييف، شدد زيلينسكي على ضرورة ضمان مثل هذا المستوى من الأمان في السماء، بحيث لا يخشى الشعب الأوكراني من العيش في بلاده. ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية نقلا عن الجيش الأوكراني أن صاروخا روسيا أصاب ناقلة محملة بالديزل كانت تنجرف في البحر الأسود منذ أكثر من 4 أشهر. وقال الجيش الأوكراني أن الناقلة تعرضت للقصف للمرة الثانية وما تبقى من الشحنة يحترق على الأرجح، واصفا السفينة بأنها قنبلة بيئية، وألقى باللوم في بقائها من دون طاقم على الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا. أقر البرلمان الفنلندي قانونا يسمح بتعزيز الحماية على الحدود مع روسيا، وينص القانون على تحسين الحماية الحدودية للاستجابة لأي تهديدات من خلال بناء عوائق أكثر متانة على امتداد الحدود والبالغ طولها 1300 كيلومتر. أعلنت النيابة الأردنية توقيف 8 أشخاص على ذمة قضية سقوط خزان غاز الكلورين في مدينة العقبة. وأسندت النيابة للمتهمين جرائم التسبب بالوفاة والإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير، كذلك مخالفة النظام نظام إدارة الموارد والنفايات الخطرة الصادرة بموجب قانون حماية البيئة. هذا وقالت النيابة أن الأخطاء المرتكبة التي كشف عنها تحقيق العقبة والتي تسببت في وقوعه عدم كفاية تقييم المخاطر أو شموليته لمناولة هذه النوعية من الصهاريج التي تحمل مواد شديدة الخطورة. تتواصل اليوم الجمعة في جزيرة بالي الإندونيسية اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة 20 والتي بدأت أمس الخميس. وتهيمن على الاجتماعات الأوضاع في أوكرانيا وانعكاساتها على أزمة الغذاء والطاقة العالميتين، وذلك تمهيدا للقمة المقرر انطلاقها على مستوى الزعماء والقادة في نوفمبر المقبل.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو وبكين تعملان على توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي. وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بالي قبيل الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، قال لافروف أن العلاقات الروسية الصينية لديها إمكانات وآفاق هائلة، وسيواصل البلدان تطوير أشكالا جديدة للتعاون. ذكرت تقارير إخبارية أن منصة تويتر تحذف أكثر من 1,000,000 حساب يوميا بهدف محاربة الحسابات المزيفة. قالت وسائل أعلام أمريكية إن هذه الخطوة تأتي تزامنا مع تهديد الملياردير إيلون ماسك بوقف صفقته لشراء تويتر ما لم تظهر الشركة دليلا على أن الحسابات الآلية تمثل أقل من 5% من إجمالي مستخدمي موقع التغريدات الشهير. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ضيوف الله الرحمن يؤدون الركن الأعظم من الحج اليوم بالوقوف على صعيد عرفات. مدبول يؤكد ضرورة تفعيل غرف الأزمات بجميع المحافظات على مدار 24 ساعة طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك. جونسون يعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين تمهيدا لاختيار رئيس جديد للوزراء. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. كنا معكم ليلى سكافوزي وأنا دالي أبو عميرة. إلى اللقاء.